الراديو 90-90 هواها مصري. يلا بينا مع ترانسفورما، مشروعنا النهاردة على الراديو 90-90. موجودين معاكم رغدة ورضوة، وضيفنا اللي منورنا في الاستوديو سمير الدجوي مؤسس المشروع. المشروع هدفه تغيير حياة الناس عن طريق الرياضة. طبعا على مدار حلقتنا هنعرف ازاي، ولكن مستنينكم تشاركوا معنا في سؤال حلقتنا النهاردة: يا ترى الرياضة ممكن تساهم في تطوير العشوائيات؟ شايفين ايه؟ وابعتولنا طبعا على 199 رقم الرسائل، والراديو 90-90 دي صفحتنا على الفيسبوك، وتقدروا كمان تدخلوا عليها وتشوفوا صفحة ترانسفورما. نورنا يا سمير. ازيك يا رضوى؟ انت منورانا، ربنا يخليك. ازيك يا رغدة؟ تمام زي الفل. الحمد لله، كل سنة طيبين. وانت طيب، احكي لنا بقى، بدأت مشروع ترانسفورما ازاي؟ بص، احنا ترانسفورما بدأناها سنة 2011. كانت فكرتها ان احنا بدأنا على طول بعد الثورة. كان في وقت كل الناس، سواء الشركات الصغيرة يا اما لسه مش عارفة تاخد التجربة علشان الحالة الاقتصادية نفسها كانت صعبة، فيا اما الشركات الكبيرة بتسرح موظفينها او بتقلل عدد الناس، يا اما الستارت ابس كان صعب ان هي تبدأ. فكان موضوع ريسك بالنسبة لنا ان احنا نفتح حاجة ليها علاقة بالرياضة او حاجة جديدة، شركة رياضة يعني جديدة. ففكرنا ان احنا نشتغل في حتة بعيدة تماما عن اي ضغط ليه علاقة بالظروف الموجودة يعني. فقررنا ان احنا نعمل ترانسفورما يبقى هدفها ان احنا نغير حياة الناس عن طريق الرياضة، عن طريق ان احنا بنديهم تمارين رياضية او برامج رياضية لفترات معينة، تبدأ من اول 30 يوم، واكبر او اطول مسافة بتبقى بالنسبة لنا بتبقى 90 يوم اللي هي 3 شهور. بس في نفس الوقت احنا بنحاول نهتم بالناس، مش بس بالتمرين بس، بيبقى شكل الجسم يعني عامة. فبندي يبقى فيه دكتور تغذية موجود او حتى لايف كوتش يبقى موجود مع الناس طول فترة التمرين. فهي هدفها ان هي تغيير حياة الناس عن طريق الرياضة، وفي نفس الوقت تخلي الناس المش راضيين يبقوا مثال رياضي للناس اللي كانوا رياضيين وبطلوا رياضة بسبب بقى الظروف او الشغل، الجواز، زحمة اليوم، الحاجات ضغوط دي كلها، الحياة المختلفة. بالظبط. يعني هل انتوا أكاديمية متكاملة مثلا للرياضة نقدر نقول كده، ولا في تفسير تاني؟ يعني فكرة اللايف كوتش كمان دي حاجة من الحاجات اللي بقت مهمة دلوقتي ومنتشرة، فإن انتوا كمان تبقى معاكوا لايف كوتش، يعني مدرب حياة بيهتم أكتر بنفسية الشخص اللي بيلعب، صح كده؟ يعني هو في الأول خالص كان الموضوع غريب على الناس. الناس كانت بتفكر ان احنا جايبين حد يعالج الناس نفسيا، بس احنا ما كانش الهدف منها كده. بس احنا كنا شايفين ان الناس بتعدي بضغوطات كتيرة جدا هتتحل فعلا بالرياضة، بس مش بالرياضة لوحدها، لازم يبقى في عناصر كتير موجوده عشان نقدر نوصل للهدف نفسه يعني. يعني باختصار عايزين الرياضه تبقى عاده عند كل واحد مصر. من حياه الناس، ان هو في الاخر كل اللي احنا بنقوله ان احنا محتاجين الناس تيجي تتمرن ساعه واحده بس في اليوم. فبدانا يعني، هرد برده على سؤالك رضوى في موضوع ان هي احنا دلوقتي بدانا نبقى منظومه رياضيه كامله. يعني احنا بدانا سنه 2011 ولحد دلوقتي 8 سنين، بقى لنا 8 سنين، شهر 9 اللي جاي، الشهر الجاي هيبقى لنا 8 سنين بالظبط ان شاء الله. ان شاء الله. فبدانا بكذا شكل. بدانا ان احنا بس بنقدم برامج رياضيه. 2014 بدانا نعمل حاجه اسمها ترانسفورما فيتنس كامبس. دي معسكرات تدريبيه للناس الهوايه، مش الناس الرياضيين عامه. انا اسف. فبيعملوا بيبقى معسكر رياضي جوه مصر او بره مصر، بس في الويك اند بس. بنحاول في 3 ايام ناخد الناس بعيد عن ضغوطات الشغل والحاجات دي كلها، ونقعدهم في مكان على البحر، قدام بحر وراهم جبل، ما بيعملوش اي حاجه غير ان هم بيتمرنوا فقط لا غير. عملنا لحد دلوقتي 12 او 13 كامب فيتنس كامب جوه مصر. دي فكره حلوه قوي. جدا. هي في نفس الوقت بتخلي الناس في وقت قليل يرجع يعيش تتعود على الرياضه كمان، لان هم انت قلت لنا بيبقوا مش رياضيين، بيبقوا هواه. دي وفي نفس الوقت كمان، وخصوصا كمان يعني لانه الناس بتروح تقعد على البحر، يعني محدش بيروح يصيف غير ان هو قاعد على البحر. طب قوم اتمشى، قوم اتحرك، قاعد على البحر، فانت بتخليهم يلعبوا رياضه اجباري. ايوه، هم بيبقوا مخدودين من نفسهم ان هم بيعملوا مجهود هم مش متعودين عليه، وفي نفس الوقت بيبقوا حابين التجربة. وبعد كده برضو خدنا تجربة لمكان تاني، رحنا براغ وبودابست وسلوفاكيا. ده كان معسكر خارجي، قعدنا هناك 15 يوم. ده فين ده؟ ده رحنا المجر وتشيك وسلوفاكيا، قعدنا هناك 15 يوم. 2015. انت شغال جوه وبره مصر وبتتحرك يا سمير، كامس في كذا الموضوع. انا احكي لك بعد كده. فاحنا خدنا الجزء الاول ان احنا بنوصل للناس رساله عن طريق التمرين. بعد كده الجزء الثاني ان احنا ناخدهم في معسكرات. 2015 فتحنا اول فريق كره قدم امريكي نسائي، كان في افريقيا كلها مش بس في مصر.
و2016 نظمنا اول ماتش دولي بنات، ده كان في تاريخ افريقيا كلها، يعني اسيا اوروبا كان عملوا ماتشات دوليه للامريكان فوتبول بنات، لكن افريقيا ما كانش فيها. نظمنا ماتش بين مصر والمغرب. بعد كده فتحنا بقى او غيرنا البيزنس. مين اللي فاز طيب في الماتش؟ لا احنا بكتبنا هما المغرب كان ماتش ودي ترويجي للعبه اكتر منه شويه، لان هما برضو لسه واحنا برضو لسه كان الموضوع في الاول بالنسبه في الأول لنا. بس بعد كده خدنا الموضوع لشكل تاني خالص، ان ترانسفورما تبقى نادي صغير. فبدانا بقى نفتح اكاديميات كوره، اكاديميات رجبي، سباحه، تنس، الحاجات دي كلها. وفي نفس الوقت برضو بدأ فتحنا جزء تاني، ان احنا بنشتغل مع لعيبة الاسكواش المحترفين، بنمرن لعيبة كتيرة من الترتيب من 1 لـ5 في الولاد ومن 1 لـ20 في البنات. فمعنا لعيبة كويسة جدا اللي محققين ترتيب عالمي. عالمي دي حقيقة. زي معنا طارق مؤمن، بنمرن طارق مؤمن ده رقم 4 على العالم. برضو سلمى هاني رقم 15. معنا عمر مسعد كان رقم 3 2016، وكريم حمامي كان واخد بطولة العالم ناشئين 2013. فبدأنا نشتغل على الجزء الناس الرياضية. مرنوهم على ايه؟ سكواش ولا؟ لا فتنس سكواش. يعني لعيب سكواش بيبقى عنده مدرب للتكنيكس جوه المضرب جوه الملعب سوري، ومدرب للياقة البدنية. تمام. بس فاحنا احنا بس احنا مدربين لياقة. تمام. فبقت ترانسفورما الناس بقت تيجي. احنا كمان بنحاول نوصل للناس ان الرياضه مش مرتبطه، او شكل التمرين مش مرتبط انت لعبت رياضه قبل كده ولا لا، جسمك فيه عضلات كتيره ولا لا. احنا كمان بنواجه يعني عملنا بروجرام اسمه فايترز. فايترز ده هدفه ان هو 4 شهور للناس اللي من اول 150 كيلو او 120 كيلو لحد 200-250. فالناس اللي في الوقت او في الوزن ده بيبقى عندهم مش مشاكل، بس بيبقى هم عندهم تخوفات ان هو يتمرن قدام حد. طب هل هيبقى فيه اصلا مواظبه ولا لا؟ هاخد وقت طويل عقبال ما اعمل انجاز. محتاجين بالظبط، محتاجين نتائج سريعه. فالموضوع بيبقى مرتبط بالاكل وطريقه التمرين والتزامه. فبس احنا بنحاول يعني نلم كل حاجه تقدر تخلي الانسان يبقى احسن عن طريق الرياضه، حياته افضل. طب يعني ايه ترانسفورما؟ كنت لسه والله اشمعنى اخترت الاسم ده؟ الاسم نفسه هو اسمه ترانسفورما، بمعنى ترانسفورميشن للفورما. يعني الواحد يغير. يعني اسم بسيط جدا، ترانسفورميشن للفورما. بالظبط. فاحنا بنحاول نعملها، بس انا بحب الاسم. انت جاي تهزر النهارده؟ فانا بحس ان هو الاسم ده اسم كويس، اسم خفيف يعني، وعلق مع ناس كتير قوي. رياضي كده. تعلق مع ناس كتير قوي. ف طيب، واحنا هنعرف اكتر طبعا عن ترانسفورما. خليكم معانا وشاركوا معانا على 1909 وكمان صفحتنا الراديو 9090. هنطلع فاصل ونرجع تاني. يلا بينا على الراديو 9090 مع ترانسفورما، وهو مشروع لتغيير حياة الناس عن طريق الرياضة. ومعانا مؤسس المشروع سمير الدجوي في الاستوديو، لسه بيحكي لنا أكتر عن ترانسفورما. والحقيقة هو حب يجيب لنا نموذج حي من الشباب اللي طبعا شاركوا في ترانسفورما وفعلا حياتهم اتغيرت، زي إبراهيم سلوت اللي هو معانا على التليفون دلوقتي. مساء الفل يا إبراهيم. مساء الفل يا إبراهيم. مساء الفل، ازيكم؟ احنا تمام. ازيك يا هيمة؟ حبيبي. احكي لنا يا ابراهيم، عرفت ترانسفورما ازاي وازاي غيرت حياتك عن طريق الرياضة؟ انا ترانسفورما عرفتها اول حاجة خلاص كانت على الانترنت من فيسبوك. اوكي. كانوا هم عاملين بروجرام انسانيتي، وساعتها كان وزني تقريبا 140-150 كيلو اراوند كده يعني، ونزلت معهم تقريبا 30-40 كيلو، مش بس عشان الرياضة، بس عشان كان اللايف ستايل كله اتغير يعني. تمام. فدي كانت اول معرفتي بسمير. بعد كده قعدت 2 سنين معاهم، بعد كده اتجوزت بقى وانقطعت عنهم تقريبا 1 أو 1.5 سنة، ورجعت ثاني مع سمير في بروجرام. كنت خنت قوي اب تو 190 كيلو يعني، والحمد لله دلوقتي هو بقينا 120. سمير الصراحه. بس خسيتهم في قد ايه يعني؟ تقدر يا ابراهيم تقول لنا خدت كام شهر او سنه مثلا عشان تخسهم، ولا عملت ايه علشان اللي بيسمع ونفسه يقلد تجربتك يبقى عارف ان الموضوع بياخد وقت؟ احنا اول مره عملتها في 2 سنين. اوكي. وتاني مره دايما في نفس المده. هو الموضوع مش بس رياضه، هو سمير الصراحه يعني ترانسفورما بتعمل حاجات كتير قوي غير الرياضه. قول لنا بتعمل ايه ترانسفورما غير الرياضه علشان توصل لان انت يبقى وزنك احسن يا ابراهيم؟ احنا طبعا سمير هايل ككوتش، ده موضوع مفروغ منه يعني. اشكرك. احنا كمان في ربنا يخليك حبيبي. وعندنا في ترانسفورما كمان في لايف كوتشنج، فاحنا بقى عندنا تارجت عموما في الدنيا، في الحياه غير الخسسان او غير الرياضه، بنحاول كلنا نحققه از جروب. لو احنا شغالين في جروبس
وفي طبعا نيتريشن في بنسافر سوا بنتمرن حتة تانية. سمير أصله كمان قدنا في السن صغير يعني فكلنا واحد في الموضوع مفهوش تفاق. بنسافر سوا بنتمرن سوا زهقانين بننزل نتعشى ونعك سوا يعني الموت كله يعني تاكله برضو مفيش فايد طبعا قلق كده احنا داخلين على عيد إبراهيم داخلين على عيد ناوي تعمل ايه مع الفتة؟ انا يعني سمير هو اللي يقول لنا احنا ايه مع الفتة. سمير هو اللي هيقول لا خلص اكلمك ايما انت حبيبي انت هتخلص اكلمنا عشان خاطر نتفق. حاضر. لا ده بيركزوا في الاكل مش في ده الموضوع كبير الموضوع كبير. لا هيما لا والله يا بنتي فعلا الموضوع مش كله دايت ومش كله احنا ماشيين هيلثي فود. طبعا في معظم 99% من الوقت احنا بنعمل كده لكن برضو مش هنعمل مش الحياه المثاليه بتاعت اللي بتتقال في السوشيال ميديا او في التلفزيون هي مش كده. هو ده اللي بنخلي الموضوع بينجح ان الحياه طبيعيه جدا. انا عايش حياتك عادي جدا بس في نفس الوقت بتعمل رياضه وما بتخليش الرياضه تضايقك. بنعمل رياضه عنيفه كمان مش رياضه سهله كمان. سمير يعني بيموتنا يعني بيخلينا هتعمل ايه بعد ال 120 كيلو؟ هعمل انا لسه قدامي لحد 90 كيلو فانا لسه قدامي كتير يعني سمير قدامنا فتره طويله لسه نتكلم تاني كمان سنه نشوف هنعمل ايه يعني مع بعض يا صديقي. لا ان شاء الله طبعا ان شاء الله يا ابراهيم يعني توصل للوزن اللي انت عايزه وتلعب رياضه وتاكل برضو بس يعني تخلي بالك الرياضه هي لايف ستايل هي فعلا تنصوم وبتعمل احنا بنعمل لايف ستايل كلنا واحد كلنا فاميلي واحده كلنا اصحاب مفيش فرق بين كوتش واحنا كلنا واحد كلنا بنتمرن مع بعض كلنا عايشين مع بعض بناكل سوا بنعمل لايف كوتشنج مع بعض. انا كنت لسه بسال سمير على فكره اللايف كوتشنج وقد ايه هي بتفرق معاكوا فلو ممكن برضو تقول لنا يا ابراهيم يعني بيعمل ايه معاكوا اللايف كوتش او مدرب الحياه. اللايف كوتش لا بص هيك اللايف كوتش مش عباره عن فكر ازاي حلل ازاي لا هي الموضوع باختصار احنا سمير بيحاول من ترانسفورم ان هو يخلي الناس حياتها احسن بالرياضه. الرياضه مش بس جسم الرياضه كمان منتلي. اللايف كوتشنج باختصار احنا بنحط جول لكل واحد از انديفيديو ان هو مثلا عايز انت كان هدفك ايه هدفك كان ايه يا ابراهيم؟ والله يعني انا كان عندي حاجات كتير قوي في الشغل كانت محتاجه تتظبط وكان في ناس من اصدقائنا بيساعدونا كل الناس بتساعد بعض في مده معينه يعني مثلا سيد 6 شهور وفي ناس ثانيه كان عندها جولز بيرسونالي سواء عايز يبقى احسن في الصلاه علاقته بربنا احسن عايز اللي عايز يخف فبنساعده لا عايز يسافر يعني قصدي ان الموضوع مش حاجات مالهاش علاقه خالص بالرياضه. الموضوع مش رياضه بس الموضوع حياه كمان وكلنا بنساعد بعض از جروب ان احنا بنحاول نساعد بعض نوصل كل واحد للجول بتاعه في الفتره اللي احنا شغالين فيها مع بعض في البروجرام وكمان في جول از جروب احنا كلنا عايزين نعمل ايه بره بس الرياضه احنا عايزين نوصل لايه كلنا از جروب. انتوا از جروب كان ايه هدفكم؟ والله احنا اخر مره كنا شغالين في البروجرام كان هدفنا كلنا ان احنا نخس لان طبعا انا اخر جروب كنا شغالين فيه احنا كنا كلنا اوفر ويت فكان الموضوع بتحنا ان احنا نخس لكن الجروب اللي قبله احنا كنا عايزين كلنا نبقى احسن في شغلنا ده كان يعني مطلب عام يعني ودي اهم حاجه يعني احنا فعلا كلنا محتاجين نبقى احسن في شغلنا عشاننا وعشان بلدنا يعني ده هدف كل واحد مثالي. كل واحد كان بالظبط كل واحد كان في مجاله يعني كان معانا لايف كوتش هي اسمها مايا عباس بتحاول تساعد كل واحد على حده وكلنا بنساعد بعض الجروب الموضوع يعني الصراحه الاتموسفير كله بتاع الحياه مع ترانسفورم الموضوع مختلف ناس جديده يعني كل يوم الموضوع لطيف كان فينك من زمان. انت نورتنا يا ابراهيم بجد يعني وهنتابع معاك ونعرف انت وصلت ل 90 كيلو ولا لا خلي بالك هيحصل 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 بيقول لك هكبسك يا سمير يعني هكلمك يا شكرا يا ابراهيم سلوك نورتنا شكرا حبيبي نورتنا يعني الحقيقه مكالمه كلها طاقه ايجابيه جدا يا رغده وكلها حماس كده احنا اتبسطنا جدا بمكالمه ابراهيم طبعا لا هيما من الناس اللي حياتهم اتغيرت بشكل كبير جدا جدا لا جدا اكيد. سمير خلينا نكمل كلامنا برضو عن فكره التكامل اللي انتوا بتعملوه في ترانسفورما يعني هل انتوا فكرتوا تعملوا حاجه للاطفال برضو في انه تعودوهم على الرياضه وتبقى اسلوب حياه وكده؟ بص احنا في الاول كنا موضوع الرياضه للاطفال احنا كنا بنعمل زي ما كنا بنعمل برامج رياضيه للكبار كنا بنحاول نعمل حاجه للناس الاطفال الصغيرين بس من اكتر من 3 أو 4 شهور بدانا نفكر ان احنا مش بس محتاجينهم ان هم يجوا يتمرنوا ساعه او ساعتين في اليوم وخلاص ففكرنا ان احنا ان ممكن ترانسفورما يبقى ليها دور ايجابي
في العشوائيات سواء في مصر او بره او بره مصر. فانا والدي توفى من سنتين فقررنا ان احنا نعمل حاجه زي صدقه جاريه سواء لوالدي او لاي حد تاني عايز يشارك معانا. وعملنا منظمه او حاجه زي مبادره ان احنا نغير حياه نبدا بالصغيرين الاطفال الصغيرين في العشوائيات عن طريق ان احنا بنروح نهتم بيهم رياضيا وتعليميا سواء لو هم لسه في مدرسة او حتى بعد ما يخلصوا مدرسة. والبلان دي او الخطة دي ان احنا نشتغل على بلدين اللي هي كينيا ومصر. وفتحنا فعلا في كينيا شهر 7 اللي فات. رحنا خدنا اربع فرق كورة من العشوائيات. احنا بناخدش اندية علشان اندية اكيد بيبقى عندها فرصة ان هي يجي لها دعم مادي بشكل من الاشكال. فخدنا اربع فرق كورة من العشوائيات من 15 ل17 سنة. وبنديهم كل حاجة هم محتاجينها علشان التمرين بتاع الكورة سواء لبس أدوات مدربين. احنا عندنا هنا أكاديمية كورة كابتن أحمد مجدي هو المدير الفني ومعنا كابتن محمد عنتر عاملين شغل كويس جدا يعني. لكن لسه ما فيش إمكانية ان احنا نصفر حد يفضل قاعد دايم هناك. فبنديهم تكنيكال بلان يمشوا عليها زي ما احنا ماشيين هنا بالظبط علشان في الآخر يبقى الاثنين بنفس الهدف يعني. وكل ست شهور بنجدد لهم الدعم ده. وفي نفس الوقت خدنا دعم من الجامعة اللي أنا كنت بدرس فيها في إسبانيا إن هما بيختاروا واحد من كل فريق وياخد زي منحة كاملة بعد ما بيخلص المدرسة في كينيا أو حتى هنا في مصر إن هو ياخد منحة دراسية كاملة لمدة 3 أو 4 سنين في مدرسة من الفرع من فروع المدرسة في أوروبا. وده هيتنفذ في مصر. احنا بدأنا في كينيا في شهر 7 اللي فات وشهر 11 هيتنفذ هنا في مصر إن شاء الله. فين اخترتوا المنطقة؟ والله لسه دلوقتي شغالين على كذا حد كذا مكان بندرس فيه القصة يعني. لكن هو الفكرة إيه الأماكن اللي محتار ما بينها؟ والله مش عارف يعني بلاش نقول اسامي مش عايز طيب ماشي يعني احنا معانا كذا حد لا مش كده لا احنا معانا كذا حد شريك في الموضوع في حته العشوائيات ويمكن عشان لسه ما استقرتوش كمان على بالظبط لان الموضوع كمان هنا ليه تطلبات مختلفه عن الكينيا لان هم برضو البيئه بتاعتهم مختلفه طريقه عيشتهم مختلفه. هنا الموضوع بيبقى مختلف شويه وطريقه التعليم نفسها. لازم لما تستقروا على المكان تبقى معانا يا سمير يعني هنعديها المره اكيد بالزبط. لا اكيد اكيد انا معاكم دلوقتي. لكن هي الفكره ان انا شايف كمان ان العشوائيات او الاطفال اللي في العشوائيات ممكن بحاجه بسيطه جدا زي الرياضه نبعدهم عن طريق وحش او طريق يقدروا يمشوا فيه يعني مخدرات بالزبط. مثلا او ارهاب او يعني هم لو طلعوا بتركيبه معينه رياضيه من هم صغيرين اعتقد هيبقى الموضوع مختلف يعني. هم ايا كان العدد 1000 2000 5000 لو قدرنا نطلع ب 10 20 100 طبعا. اعتقد دول هيبقى لهم تاثير ايجابي بالظبط اكيد. لا وانا معجبه حقيقه باتجاهك لافريقيا واختيار كينيا ده واخد جوائز يا رضوى في الموضوع ده انه يعني من احسن رواد الاعمال في مجال الرياضه في افريقيا مش كده. خدناها 2000 سنه فاتت شهر 9 المدرسه اللي احنا كنا بندرس فيها في اسبانيا هم حكايه بقى اسبانيا قبل الجائزه انه بص في كذا موضوع بيتفتح في نفس الوقت بالظبط. انت اصلا خريج فنون تطبيقيه ده حقيقه مهندس ديكور يعني مالكش علاقه خالص بالديكور دلوقتي ورحت للرياضه ليه؟ والله انا من زمان اصلا بحب الرياضه بس هو احنا انا طول حياتي انا واخواتي واصحابي عامه احنا كنا بنلعب العاب قوه فرياضيين لابعد درجه ممكنه يعني. فخروجاتنا كانت في التمرين فسحنا في التمرين فما كانش فيه ان احنا بنعمل اي حاجه في حياتنا لمده 15 20 سنه غير الرياضه يعني. فاحنا يعني شاربين رياضه بشكل كبير يعني. فهي الفكره ان يعني انا ما كنت عايز ادرس رياضه ما كانش في حاجه قدامنا بتوصلنا للي احنا عايزينه. هو يعني كل التعليم ماشي بشكل معين غير الطموح اللي عندنا بس لكن لازم يبقى في شهاده موجوده في مصر للاسف يعني. لكن انا مش هقول ان اكيد الخمس سنين او الفتره دي ضاعت من حياتي الواحد لا بالعكس يعني اتعلمنا فيها حاجات كتير. لكن في نفس الوقت والدي كان عنده مصنع حديد انا واخويا ماسكينه يعني فساعات برضو بالموضوع بيبقى لا يعني الدراسه برضو بتساعد ان احنا فادتك في مجال والدك بتفيد في الحته دي. لكن قررت تدرس حاجه ليها علاقه بالرياضه في اسبانيا اول ما اتخرجت بالظبط بست شهور درست ايه بقى؟ درست حاجه اسمها سبورت مانجمنت او الاداره الرياضيه ده عشان تدير ترانسفورمر بالظبط ان احنا كنا لحد 2014 بنديرها بشكل مختلف شويه وحتى برضو الحاجات اللي احنا درسناها هناك برضو مش عارفين نطبقها هنا لان موضوع
مش البيئه مختلفه في كل حاجه. فاحنا بندرس الحاجات التسويق الرياضي بالشكل بتاع الرياضه بتاع اسبانيا مختلف عن هنا. حلو عشان تستفيد منه وتجيبه في مصر. لا يعني احنا كمان اللي كان بيدرس لنا التسويق الرياضي واحد من الماركتنج تيم بتاع ريال مدريد ككوره، فبرضو يعني درسنا حاجات مختلفة. بالضبط جدا يعني. فبس لكن الرياضة هنا برضو مشكلة عندنا ان احنا بيهتموا بالرياضة البدنية لكن ما فيش اي حد بيدرس ادارة المنشآت الرياضية، ادارة التسويق الرياضي، الحاجات دي فيها نقص حاجة مهمة طبعا جداً. واستثمارات كمان بتهيألي مهمة بأرقام يعني. بعيدا عن الكورة يعني حتى لو الكورة هي اللي بتجيب فلوس في القطاع بتاع الرياضة، لا في العاب كتير جدا ممكن نسوق لها ونهتم بان احنا نروح بقى للجوائز. الجوائز احنا كسبنا سنة 2014 ان احنا واحدة من أنجح 7 شركات ناشئة في مصر من إنجاز مصر 2014. وبعد كده 2000 السنة اللي فاتت اتكرمنا من مؤسسة نهضة مصر ان احنا من أنجح المشاريع الشبابية في الفترة الأخيرة. وكسبنا الجائزة بتاعت أسبانيا ان احنا هما كل سنة بيختاروا 4 خريجين يكونوا عملوا نجاحات أو إنجازات في بلدهم، يعني ممكن يكون حد اتخرج من 40-50 سنة. فاتحطينا، دي كانت أول مرة حد مصري أو عربي أو حتى أفريقي يترشح للجائزة دي، فدي كانت بالنسبة لنا إنجاز إن احنا نبقى محطوطين وسط ال وإنجاز كبير لينا احنا كمان. يعني احنا كده قفلنا كل المواضيع اللي فتحناها. نخرج فاصل ونرجع نقول يلا بينا، بس بنفكركم بسؤال حلقتنا: هل ممكن فعلا الرياضة تكون أو تساهم في تطوير العشوائيات في مصر؟ بعتولنا رسالة على 91.9 أو اكتبولنا على صفحة الراديو 90.90 على فيسبوك. يلا بينا مع رغدة ورضوى، حلقة قبل العيد وكمان حلقة عيد ميلاد برنامجنا على الراديو 90.90. موجودين معاكم وضيفنا اللي منورنا في الاستوديو سمير الدجوي، مؤسس مشروع ترانسفورما، المشروع اللي هدفه ان الرياضة تبقى سبب مهم جدا في تغيير حياة الناس. سؤال حلقتنا قولولنا: هل الرياضة ممكن تساهم في تطوير العشوائيات ولا لا؟ شايفين ايه؟ 91.9 رقم الرسائل، والراديو 90.90 دي صفحتنا على الفيسبوك. الحقيقة انه سمير بيعمل حاجة مهمة جدا في العشوائيات، فعشان كده مستنين نعرف رأيكم ونعرف وجهات نظركم ايه في الموضوع ده. يمكن عندنا رسائل يا رغدة ويا سمير جات لنا على صفحتنا على الفيسبوك. في محمد حسين بيقول اعتقد لا، انه الرياضة مش ممكن او يعني مش هتساهم في تطوير العشوائيات، وبيقول ان في نماذج الحياة سيئة، يعني نماذج في الرياضة، نماذج سيئة من لبعض الناس اللي ممكن نكون بنشوفهم. فيعني تحب تقوله ايه سمير؟ هو دي حقيقة، يعني احنا في نماذج فاكيد في كل حاجة فيها الوحش وفيها الحلو يعني طبعا. لكن يعني احنا عندنا مثال زي محمد صلاح، فمحمد او مو صلاح يعني طلع من هو ما طلعش من العشوائيات، لكن طلع من مكان في قرية بعيدة يعني من غير اي امكانيات، من غير اي حاجة خالص. وفي امثلة لعيبة كتير جدا ونموذج رائع كمان واكيد يعني. في غيره كتير. لا وكمان المشكلة غير الكورة حتى، ان لو بصيتي ان كل او معظم اللعيبة اللي طلعوا عاملين انجازات سواء افريقيا او مصريا يعني طلعوا برضو من اماكن اشبه ان هي معدومة الامكانيات تماما. فبالعكس يعني هو احنا المشكلة ان احنا ما اديناش للاماكن دي اي دعم رياضي في اي حاجة، فاحنا ما نعرفش اصلا هم عندهم ممكن يطلع لنا 4 محمد صلاح 5 محمد صلاح من نفس المنطقة يعني. محتاجين نكتشف المواهب. لكن هي الفكرة ان احنا طول ما احنا بعاد عن الـ السكة دي في الرياضة عمرنا ما يعني خلاص هنفضل في نفس المكان، هنفضل في نفس ما نبعدش. لا احنا لو فكرنا كده عمرنا ما هنقرب من المشروع ده بخطوه يعني. وعمره ما قال ما فيش امل، بالزبط. عمره ما قال لا مش هوصل، لا صعب، لا خليني في القريه بتاعتي، لا كمل. كان عنده اراده. بيبقوا محتاجين فرصه صغيره ممكن تكون اقل من اي فرصه حد تاني في نادي كبير بياخدها، لكن هما وقت ما بيجي لهم الفرصه ان هما يعملوا حاجه اعتقد بيمسكوا فيها بشكل حلوها كويس، لان هما بيبقوا عارفين ان دي هتوصلهم لحته تانيه غلط. حقيقي فعلا طبعا اكيد. كمان اميره بتقول اعتقد انه الرياضه ممكن جدا تساهم في تطوير العشوائيات، وكمان انها يعني تلغي الافكار السلبيه عفوا جدا طبعا سلامتك الله يسلمك يا رب. فاميره بتقول انها ممكن جدا تلغي كل الافكار السلبيه اللي بتتشكل عند الناس في الموجودين بيبقوا في المناطق دي. وفعلا يا رضوى كمان بتاكد على كلام سمير، يعني بتقول لاعبي الكره من اصول فقيره وعشوائيات في دول زي البرازيل والمكسيك، يعني مش بس في مصر، يعني دول كتير عندها نفس التجارب بشكل رهيب يعني.
يعني تحياتنا يا أميرة، يعني برافو عليكي، رأيك عجبنا جدا جدا. في حد بقى معترض على استخدام كلمة أو لفظ العشوائيات. الحقيقة أنه يعني إحنا كمان وسمير باللي بيعمله وأكيد كلنا ما نتمناش أن يبقى عندنا عشوائيات أو أن إحنا حتى نقول اللفظ ده في يوم من الأيام، بس الهدف بقى أن إحنا نقضي على الأماكن دي والمناطق دي أكيد. اه ده محمد، يعني محمد بيكم مسميه نفسه كده. فيا محمد فعلا احنا بنضم صوتنا لصوتك، وفعلا احنا مش اكيد مش معجبين بكلمة عشوائيات، وفعلا نفسنا يجي اليوم اللي نقول مصر بدون عشوائيات تماما. يعني نتمنى بمجهوداتك ومجهودات سمير ومجهودات كل شاب في مصر قادر يخدم بلده ويعمل تطوير. اكيد سمير، خلينا مش عارفة الصوت في ايه النهاردة. سلامتك. خلينا بقى نرجع كده نتكلم معاك اكتر، يمكن احنا خلاص يعني داخلين على العيد، فمحتاجين نعمل نعرف بقى في ايوه ناكل ايه كده على ما نظبط صوتي. فقول لنا ناكل ايه. هو الفكره ان في ناس كتير بتبقى واخده ان العيد ده اجازه او بتستغل ان هو اجازه، فكميات الاكل بقى سواء لحمه فته ايا كان اللي بيتاكل يعني بيتاكل بكميات مهوله. بس لكن انا النصايح السريعه ان احنا يعني الجسم بيبقى محتاج سعرات يعني معينه في اليوم، فيعني لو قدرنا ان احنا ما نتخطيهاش او حتى لو تخطيناها يبقى عاملين حسابنا ان الاربع او الثلاث ايام بتوع الاجازه دول نعمل فيهم مجهود، او حتى لو هنتمشى 10 دقائق بالليل الصبح ايا كان الوقت، اكيد في وقت فاضي في اليوم نقدر ان احنا نضيع العذاب. نشرب ميه كتير مثلا، ده الطبيعي والله، يعني المفروض ان يعني للاسف احنا بنأثر في الموضوع ده. ده هي ان الميه كمان جدا بتبقى مهمه في معدل الحرق او شكل نمو العضلات عامه. في ناس بتهتم بالتمرين لكن ما بتهتمش بالميه يعني، بس لكن بس الحاجه اللي نقولها ان الناس تمشي نص ساعه في اليوم ما تقدر ما تزودش في الاكل وتنسى الصحه يعني. صح اكيد. طيب سمير قبل ما نختم بقى قول لنا الفتره الجايه نقدر نقول كده ايه الجديد اللي هيبقى هتعملوه طبعا في ترانسفورم. الجديد ان احنا دلوقتي احنا يعني الفريق بتاعنا مثلا في اكاديميه الكوره ده هيبدا يلعب في الدوري المصري، دي اول مره ان احنا نشارك في الدوري المصري. مبروك. ان شاء الله، وان شاء الله مرشحين ان هم يكسبوا يعني. كمان الفريق بتاع الرجبي بتاعنا بانترز، ترانسفورما بانترز، هيلعب بطوله في دبي في شهر 12. البطوله دي من اكبر البطولات الدوليه في بيبقى فيها احسن الانديه واحسن المنتخبات، مرشحين برضو ان هم ياخدوا من الثلاثه الاوائل، فده هيبقى اول فريق مصري ممكن ياخد جائزه هناك. ده بالنسبه للاعب الكوره عامه. الفتره الجايه عندنا بطولات كتير جدا، بطولات عالم في السكواش او بطولات دوليه عامه، وبنحاول ان احنا يبقى لينا فرع تاني الفتره الجايه في منطقه غير التجمع، احنا الفرع بتاعنا في التجمع. بس فاحنا بنحاول ان احنا نوصل ان احنا يبقى عندنا سواء الناس اللي جايه عايزه تيجي تتمرن من اول 3 سنين لحد 70 80 سنه، لما يجوا يلاقوا حاجه تقدر اسلوب حياه مختلف يقدروا او خدمه نقدر نوصلها لهم يعني. هنتابع معاك كل كلمه قلتها، هنعرف حققتها ولا لا. ايوه حاجه. لا انا جاهز على طول. والمره الجايه هتجيب لنا ابراهيم سالوتو هو 90 كيلو. ابراهيم غير ابراهيم كتير. ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا رغده ورضوى على النهارده، واحنا كمان بنشكرك جدا، وهنسمع كلامك وهنشرب ميه كتير وهنلعب رياضه في العيد وتجونا بقى بعد العيد ان شاء الله. ان شاء الله. اتبسطنا جدا جدا بوجودنا معاكم النهاردة، وطبعا مع سمير، وكل سنة وحضراتكم طيبين، يا رب عيد سعيد كده علينا كلنا، وعيد سعيد عليك يا رغدة. يا رب يا رضوى، وعليك انت كمان واسرتك يا الجميلة يا رب، وان شاء الله نتقابل السبت اللي بعد السبت بتاع العيد. مفهومة كده يعني احنا واخدين اجازة السبت مع العيد، لضمين كده العيد مع السبت اللي بعده. ايوة عشان نعيد بقى ونلعب رياضة كويس بإذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين.